قبل المعارضين كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسية واضحة في المغرب، وهذا الشيء كيجعل منهم أبطال وكيجعل الرأي العام يساندهم. أما الآن كيتهموهم بالاغتصاب، بالسرقة، بالخيانة، وهذا الشيء يعني أكثر فعالية بحيث كيتعزلوا على الرأي العام. Allegations of serious crime should be investigated thoroughly and tried fairly. But in Morocco, when the accused is a dissident, fair trial norms are often violated. That is just a chapter of a sophisticated playbook that Moroccan authorities have developed to muzzle high-profile dissidents. After more than 2 years of research, Human Rights Watch exposes how that playbook works. The playbook tactics include a mix of character assassination campaigns, video and electronic surveillance, unfair trials ending in unjust verdicts, witness intimidation, and sometimes physical violence and the targeting of family members. المعطي منجيب المؤرخ الكذاب، منجيب الغدار اللي خل المغرب، تب لي الخوانة المعطي منجيب عميل الخارج، المعطي منجيب مأجور كذاب وجاحد والبقية تأتي، خيال المعطي منجيب الإجرامي. هذه غير عينة قليلة من عناوين اللي كتبتها عليا مواقع إعلامية مقربة من السلطة عليا وعلى آخرين، واللي هز الراس كيكتبوا عليها هادشي. زرعوا لي جوج ديال الكاميرات في الكليماتيزور في الدار، ها واحد، وسجلوني في علاقة حميمية مع خطيبتي، وشدوا تسجيلات ووزعوها على الأهل خصوصا ديالها. كانت مختبرات تقنية خبرتني بأن التليفون ديالي تعرض لهجوم ديال على طريق بيغاسوس، اللوجيسيال ديال التجسس اللي كيسمح بالوصول الإيميل، التصاور، التسجيلات، المكالمات، لأي شيء، يعني أنهم كانوا عبروا كيتمكنوا أنهم يطلعوا على كل حياتي الشخصية. بقى عمر في سجن الاحتياطي بدون تبرير لمدة سنة وما تعطاهش الملف ديالو، فعمر ما كانش كيعرف شنو هي التهم ديالو، فكيفاش يمكن له يدافع على راسو هو ما عارفش شنو هي التهم اللي عنده. وملي بدات المحاكمه ديال عمر، المحكمه رفضات الاستماع الى الشهود اللي هما في صالح عمر، وفي نهايه المطاف وبعد عده جلسات المحكمه كتقرر الحكم على عمر بست سنوات. كانت كتصنطقني الشرطة، ضغطوا عليا باش نقول أنني ضحية تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا أنا رفضت لأن السيد عمرو تحرش بيا، ومن بعد ما خرجت المحاضر اكتشفت أنهم قولوني داكشي اللي ما بغيتش نقول، وتم تزوير المحضر ديالي. هنا أنا عرفتهم أنهم بغاو الخدمة في الراجل. مني انتفضت قاموا برفع دعوة ضدي بالتشهير أمام المحكمة، ودانتني المحكمة بست شهور ديال الحبس يعني بسرعة قياسية. وعلى خلفية هذا الموضوع قررت أنني نغادر المغرب مجبرة. كنت خارج من واحد الاجتماع ديال العمل، كان الليل، وكنت راجع للدار على رجليا حتى تهجموا علي جوج ديال الناس بالضرب بالبنية برجليهم، كانوا كيستهدفوا خاصة الوجه ديالي، ولكن ضربوني تقريبا في جميع أنحاء الجسم. مع رسولي انضادر ما بقيت كنشوف والو، تحت الأرض بقاو عليا بالضرب. كان تدخل الاعتداء كان احترافي وبسرعة. حطينا شكاية ضد مجهول، ولكن مع الأسف الشرطة ما تعاطتش بالجدية اللازمة مع هذه الشكاية. الزوج ديالي بصور فيها انا والمحامي ديالي وبنتي
من داخل غرفة ديالي بفندق مصحوبة برسالة نصية كتقول أنني كنخون الزوج ديالي مع المحامي ديالي. وأنا مرة أخرى غدا في كازا كيتلقاو لي واحد جوج الناس كيهدوني كيقولوا لي بنتك الله يرحمها وقالوا الاسم ديالها بنتي العمر ديالها 6 سنوات. اتصلت أنا بالدار الحمد لله لقيتها مزيان كنت في واحد الحالة يرثى لها